السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أسلحة الصيد. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع ديال الرماية اللي هو لافونس. لافونس هي المسافة اللي خصك تخلي بين الكانو والبلاطو باش أنك تقدر تهرس البلاطو. المسافة أو لافونس هي مشكل ديال بزاف ديال الرومات أو الناس اللي كيديروا الرماية. كنقول الرومات يعني الناس اللي كيديروا البالتراب. كتشكل فريمون مشكل بزاف الاخوان اللي ما تعرفوش اش من افونس اللي خصهم يخليه وكيفاش اناليزي البلاطو والسرعه ديال البلاطو بحكم ان البلاطو تيخرج 20 متر سكوند في السرعه ديالو. وكاينين الاخوان اللي كيكونوا في الرمايه ولا في النوادي ديال البالتراب اللي كيعطيوهم المعلومات اللي هما شويه غلطه. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نوضحوا شويه الامور على حساب لافونس. لافونس راه موضوع كبير اللي ما تيتساليش اللي هو هذا الموضوع ديال الرمايه راه بحر في المعلومات ديالو. اليوم غادي نهضروا على جوج المواضيع اللي جوج اللي كان نقدروا نقاوم في جوج الحالات. نهضروا على اف ان ونهضروا على لو باركور دو شاس. لا اف ان هما الحفاه، الباركور دو شاس هي دورة الصيد ولا المهم عندنا شي شرح اخر باللغة العربية. كما كتعرفوا انا نهضر على واحد البلاطو مثلا نقدروا نتصادفوه في لافوس ونقدروا نتصادفوه في باركور دو شاس. نهضروا مثلا عندنا 5 بوست، عندنا واحد البونة من هنايا وخصنا نضربوا هاد البلاطو اللي مثلا غادي نخليو نضربوه هنايا البلاطو هنايا وخصنا نخليو مثلا 1 متر. المشكل اللي كيوقع في النوادي ديال الرمايه ملي كيكون مبتدئ ولا شي واحد من الاخوان اللي هو ما عارفش تيبغي يسول الاخوان اللي حداه، كتسول شي واحد حداك كتقول ليه شحال خصني نخلي في هاد لافونس في هاد البلاطو، كيقول لك 1 متر. كضرب 1 متر ما كتقيش البلاطو، كتسول شي واحد اخر حداك كيقول لك خصك تخلي متر ونص، كتسول واحد اخر ثاني جا الاخر كيقول لك خصك تخلي واحد 50 سنتيمتر. هنا الاخ اللي غادي يتعلم ولا يتعلم الرمايه ولا الاخ كي المهم تيتلف ما تيعرفش شحال غادي يخلي في المسافه. والمشكل الا ما كانش واحد لوغوبير باش تخلي واحد المسافه بحال حنا في الرمايه في فرنسا كاينين لي كلوب اللي كيكونوا وسط الغابه كيكونوا لي روبير، كتكون واحد البلاطو غادي يدوز ما بين جوج شجرات كتعرف المسافه اللي فين غادي يضرب، كتقول غادي يدوز غير غادي يخرج غادي يفوت الشجره الاولى غادي نضرب حيت غادي يجيني ما بين جوج شجرات. لوغوبير هو اللي تيخليك انك تعرف البلاطو فين غادي ترسو الا كان شي روبير. اما ملي كتكون القضيه ما فيها لا غابه لا والو كيصعب انك تحسب بوغ اميزوري لا فيتاس ديال البلاطو باش تعرف واش 1 متر ولا 1 متر اي دمي، كتكون شويه قضيه صعيبه ضروري من الممارسه وشي ديال ليكسبيريونس باش انك تعرف لافونس ديال هذاك البلاطو امتى غادي ترسو. مثلا الاخوان الا خليتي 1 متر هنا في هاد لا بوزيسيون الاخوان اللي ما تيعرفوش كيوقع لكم الغلط فين الغلط يوقع مثلا اضرب البلاطو البلاطو خرج هنا خصك تهرسو هنا مثلا 1 متر انت واقف هنايا لي كانو هنايا البلاطو هنايا. كاين بعض الاخوان اللي ما تعرفش واش 1 متر اللي غادي يخلي في ما بين الكانو والبلاطو اللي قدام ولا من الكانو القدام على حساب لو بلاطو. كاين الاخوان اللي ما تيعرفش حتى شنو هو لا بوزيسيون اللي المسافه اللي خصو يخلي ما بين الكانو والبلاطو كيفاش غادي يعبرها وكيفاش غادي يخلي هاد 1 متر هذا اللي هي كتقالو ديما في النوادي وكيوقع مشكل. نعطيكم واحد المثال. الاخ الى بغيتي تجرب ديرها بالتجربة غادي تمشي عند واحد النجرة تاخد اون بلونش اللي فيها 1 متر، اون بلونش فيها 1 متر وغتحطها على المسافة ديال 20 متر على لي بوست. هاديك 20 متر على لي بوست غادي تعيط لصحابك وغادي تقول لهم هاديك لا بلونش اللي حطيت على بعد 20 متر شحال فيها شحال فيها من سنتيمتر ولا شحال فيها من متر. كاين اللي غادي يقول لك متر ونص، كاين اللي غادي يقول لك 70 سنتيمتر، كاين اللي غادي يقول لك 50 سنتيمتر. هنا غادي تعرف بان صعيب انك باش تحدد واحد المسافه ولا واحد سنتيمتر ديال واحد الخشبه اللي بعيده عليك
ب 20 سنتيمتر. كيفاش بغيتي تحدد المسافه ديال واحد لو بلاطو اللي تيخرج بسرعه ديال 20 متر سكوند؟ كيفاش بغيتي تخلي او لا تعبر المسافه ديال 1 متر على الكانو؟ ملي كيخرج لو بلاطو بسرعه ديال 20 متر سكوند كيخرج هكا، ملي تيبعد كيبان لك بحال كيصغر، ما حدو تيبعد ما حدو تيصغر. والمشكل ديال البلاطو كاينين بعد لا بوزيسيون ديال لي بلاطو كيخرج لك هكا، كيبان لك على الوجه كيخرج بهذه الطريقه، كاين اللي كيخرج لك بهذه الطريقه. يعني الرش الا داز من الفوق لمن تحت ما غاديش تقيس البلاطو، مازال ما كيكون البلاطو هكا تقدر تقيسها حبه ولا جوج تقدر تهرس، يعني على حساب لا بوزيسيون والسرعه ديال البلاطو باش غادي تضرب. اللي خصك تاناليزي تعرف تاناليزي البلاطو، وكما قلت لكم هادشي راه مع الممارسه ومع الاكسبيريونس باش تعرفوا. بهذه الطريقه اللي المثال اللي غادي نعطيكم باش تعرفوا الفرق ديال 1 متر دافونس شنو هو المشكل وشنو هي الزاويه اللي كتخليك انك تعرف كاين واحد الفرق ما بين 1 متر في هذه الزاويه وكاين واحد الفرق ما بين 1 متر في زاويه واحده اخرى اللي غادي ندرسوها اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نقولوا هيا بلاطو هنايا، انت هنايا وغادي تضرب واحد البلاطو، مثلا نديرو الكانو هنايا، تضرب واحد البلاطو هنا وتخلي 1 متر، 1 متر من هنايا اخوان، كتخلي هاد الزاوية. مثلا الا ضربتي هاد لو بلاطو في 1 متر شتي الزاوية كيفاش صغيرة، بحال ما خليتيش لافونس على حساب البلاطو، كتضرب بحال نيشت على البلاطو. ملي كنقولو كتنيش على البلاطو راك ديما غوطاغ، يعني خصك تخلي لافونس لقدام. في هاد الحالة الزاوية صغيرة. إلا درنا هاد الحالة وحدة أخرى مثلا هنا وخلينا 1 متر اللي غادي نخليو هنايا ودرنا ليها مثلا هكا، الزاوية غادي تكبر. يعني الزاوية من اللي تيخرج البلاطو هي اللي كتعطيك أن المسافة اللي خصك تخلي شناهي، واش مسافة كبيرة ولا صغيرة. لا بوزيسيون في كتحط في كتكون انت حيت في الباركور دو شاس كما كتعرفوا كاين بوست 1 بوست 2 و بوست 3، وعلى حسب الزاويه ملي غادي يخرج لو بلاطو. الزاويه اللي غادي تخرج من البلاطو هي اللي كتحكم لك على حسب لافونس اللي خصك تخلي، واش 1 متر ولا 2 متر ولا 3 متر. يعني ضروري ما تجي لواحد لو بوست 1 وبدا تضرب بزاف ديال المرات على داك البلاطو باش تعرف المسافه اللي خصك تخلي ما بين البلاطو والكانو ديالك، واش 1 متر ولا 1 متر ونص. كما شفتوا في الرسم نسميو هذا رسم A وهذا رسم B، الزاويه اللي عندنا في A ماشي هي الزاويه اللي عندنا في B، بحكم ان البلاطو تيخرج 20 متر سكوند في السرعه ديالو. نفس الماكينه غير هو غيرنا الاتجاه ديال البلاطو، ملي كتغير الاتجاه ديال البلاطو كتختلف المسافه وكتختلف الزاويه. اخوان هذا هو الموضوع ديال اليوم، كان خفيف ظريف باش تعرفوا شو الفرق ديال لافونس من ناحيه ديال الزاويه ملي كتضرب. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتمنى لكم التوفيق، وهي تبارك الله عليكم.